ليه نبلش بفقرة صباح الخير مرة تانية كل المشاهدين. البداية وأول آيتم اللي حنكون عم نحكي عنه إنفاكت هو منه جادجت، بس حبيت كون عم شارككم بهالفيديو يلي هو عبارة عن درون كان طايرة بإحدى البلدين وكان فيها النسول الموجودين بهالمنطقة، ويلي تبين إنه بلشوا يحسوا بخطر نوعا ما من وراء هالدرونز يلي هن كمان عم يدخلوا على مستوى معين وارتفاع معين كمان، يلي جراء هالأمر عم يضطروا إنه يكونوا عم ينزلون لهالدرونز ويكونوا عم بيهجمون. هالفيديو اللي حنكون عم نحضره سوا هو كانوا عم بيصوروا هالطبيعة مثل ما شايفين، وبعد شوي رح تكونوا عم تتفاجئوا بس بهالموفمنت يلي صار وهيدا كبوه على الأرض. سو اليوم جربوا الناس الموجودين بهالطبيعة إنه يكونوا عم يعملوا شوي كمان كاموفلاج لهالدرونز ليكونوا عم يرسمون بشكل نسر صغير، فزبطت معهم أول كم 50 مرة بس، ومن بعدها دغري تمكنوا إنه يرجعوا هالطيور إنه يكتشفوا هالتريك اللي كانوا عم يعملوا عليهم ليقدروا يكونوا عم يرجعوا ينزلون ويضلوا هن عم بحافظوا ويضلوا مسيطرين إذا فينا نقول على هالارتفاع. سو نادي نجرب نغير اوقات بالطبيعه ما عم تكون هينه يعني، فاذا عندكم درونز كمان بعتقد لازم تكونوا عم تنتبهوا وين عم تطيرون. ومن بعد ما كنا عم بقرا شوي اكثر عن هالموضوع تبين انه في سلطات بدول معينه بلشوا هن اصلا يستعملوا ويمرنوا هالطيور ليقدروا هن يكونوا عم يتمكنوا يكونوا عم بيحاربوا الدرونز بدل ما يحاربون بدرون ثانيه، عم بيحاربون بهالطيور الطبيعيه. ثاني ايتم رح نكون عم نحكي عنه بعتقد بيهمنا كثير يلي هو عبارة عن Airbnb. Airbnb هالآب يلي الغي من وراء هاي نانيا. بونجور إلي. هيك بتخلص أول آيتم. ماشي ما هي كانت فيديو حبيت شارك الناس فيه. هلا بدنا نحكي عن Airbnb. كنا عم خبي المشاهدين Airbnb هو السيرفيس اللي بيسمح للناس عادة كان إنه يلاقوا أماكن فيهم يكونوا عم ينزلوا فيها للأكوموديشن كانت خاصة، ولكن بعد ما تكونوا عم تنزلوا بأوتيلات فيهم تكونوا عم تنزلوا مثلا إذا واحد عنده بيت كبير عنده قوت فيه يكون عم بيأجرها للناس. قبل كان يصير إنه كنا نحن نحكي أصحابنا ليك بتعرف حدا ساكن بهيدا البلد وندبر أماكن لبعضنا عند أصحابنا للسكن. صحيح. سو اليوم Airbnb هو إذا بدك عم بيعمل هيدا السيرفيس من دون ما يكون في بالضرورة شخص أنت بتعرفيه بتاني ناحية، وبيقدموا سيرفيس إنه الشخص وقت بيسافر على هيدا البلد في يكون عم بينزل بالبيت في قوات معينة أوقات، وبيكون في ريفيوز بيكون في ناس عم يهتموا فيكم. سو سيرفيس كامل مكمل. سو اليوم طلعوا وقالوا انه رح يكونوا عم بيطوروا هالاب يلي كانت موجوده ليبلشوا يقدموا اكسبيرينسز بعد اكثر، كل تركيزهم كان على هالكلمه على الاكسبيرينس. سو وقت نحكي اكسبيرينس بالسفر يعني عم نحكي انه نريد نسافر على بلد تكوني عم تعرفي تعيش شوي الحياه اللوكل معهم لهول الناس. بفتكر رح من أسفية أوقات إلي لما عم نسافر إنه نختبر الأشياء البسيطة. مزبوط. التقاليد أكثر ما إنه يمكن نروح على هالشوارع الفخمة أو المطاعم الفخمة. 100% الأماكن السياحية يعني بس. أكثر ما إنه بس نروح على الأماكن السياحية، الغاية عادة بنسافر هلا أكيد بتفرق هالغيات، ولكن أكيد عم بتزيد بعد أكثر إذا فينا نقول إنه الحب عند الناس إنه وقت يسافروا يتعرفوا على هالحضارات أكثر ببساطتها. ومش بس بالوجهه اللي بيقدمونا اياها يلي بنروح وبنتصور هالصورتين وهي هي. فتقديم الاكسبيرينسز هي شغله كثير مهمه حتصير موجوده ب Airbnb، يعني عم نحكي انه بيصيروا يعطوكم شو في امور تابعه لهالحضاره فيكم تكونوا عم تختبروها بهيدا البلد، والاهم من هيك رانيا رح يكونوا عم يعطوك اكسبيرينس مثلا عن ناس ممكن تكوني عم تتواصلي معهم هونيك، ممكن يكون دليل سياحه، ممكن يكون شخص عادي يعني هو كثير بيعرف بهيدي المنطقه لتكوني انت عم بتعيشي بعض التجارب هونيك يلي كثير قريبه من حضاره هيدا البلد يلي انت عم بتزوريه. مثلا هلا كانوا عم يعطوا اكزامبل بالسيشن يلي كانوا عم يعملوها باللونشينج تبعها انه اليوم صار فيك تروحي من وراء Airbnb تزوري السجن تبع نيلسون مانديلا، والشخص يلي حيعطيك التور هونيك هو الحارس يلي كان موجود بهذا الحبس. سو هي كلها هالاكسبيرينس عم تحصل عليها من Airbnb، وطريقه الاوفرينج يلي عم بيقدموها اذا فينا نقول بطريقه ثانيه هي من خلال هالسوشيال كوميونتي يلي بتصير تنخلق، لان وقت رانيا تسافر لهونيك رح تصير رانيا بتزيد خبرتك كمان. اكزاكتلي. سو اذا بدك دمجوا شوي من تريب ادفايزر و دمجوا شوي من تريب ادفايزر
وكانوا عم بيحطوهم، لان نعرف تريب ادفايزر اليوم هو بيسمح للناس انه يكونوا عم بيتعرفوا على الاماكن السياحيه المهمه، بس يعني هون كانوا محددينهم الي، يعني بس محددين هالمناطق بالذات، هالامور التقليديه، هالاختبارات يلي ممكن نقوم فيها، غير الامور السياحيه بحت والتجاريه يعني تحددت، غير الامور السياحيه والتجاريه اللي حيكون موجوده كمان القصص السياحيه هوليك موجودين طبيعه الحال، لانه هوليك بضلوا مهمين. يعني لناخذ مثلا اذا سافرتي على برشلونه، برشلونه ما فيك ما تروحي مثلا تشوفي انه جاودي هون شو عامل، يا اما سو هولوسس السياحه طول حتكون موجوده، ولكن في غير سيرفيسز اليوم بيقدموا لك اياها، يعني منه شيء كثير جديد. الفكره الجديده اليوم انه عم بيقدموا لك هالاب يلي هي بتوصلك انفاكت بشخص بهذا البلد بيقدر يعطيك هاللوكال اكسبيرينس. انتبهنا مثلا في ناس كانوا عم بيركضوا بمحل معين بالفيديو، هول عاده امور ما بتلاقيها، ما في جيد سياحي بياخذك لهونيك انفاكت، فلتقدر تعيش هالحياه مثلا انت بحاجه لهيك سيرفيس. مثل ما غيروا الطريقه يلي بنحجز فيها نحن عاده كنا وقت بنسافر الاوتيلات تبعنا لتصير انه اكثر تعيشي مثلا ببيت بكارتيه كثير حلو مثلا، يعني ما بكورنر مهضوم بسعر كثير افوردبل، بضيافه اكثر ما انه عم بتقول اوتيلات او سو اليوم عم يعملوا لك نفس الشيء من ناحيه السياحه. واذا بنطلع فيها من ثاني ناحيه رانيا، هيدا قد ايه بدها تخلق فرص عمل، يعني اليوم اي شخص صار فيه يشتغل، اي شخص صار فيه يشتغل بطريقه كثير بسيطه، بمجرد ما يكون في عنده هالاب، بمجرد ما يكون عم بيعلن عن هالامور، وكل ما يكون عم بيقدم خدمه بعد احسن. ونحن بعتقد هون بالمنطقه وخاصه بلبنان معروفين بالسيرفيس اللي عنا اياه، فبس قد ايه بتكوني عم تقدمي خدمه كمان بعد احلى، كل ما الناس حيكونوا عم بيحبوك بعد اكثر، كل ما الريفيوز تبعك بيكونوا عم يتحسنوا، وحتكوني عم تعملي مصاري. يعني عم فكر انا كمان اعملها، انه بس تعرفي مثلا فيها. بجبال شو رايك؟ اكزاكتلي وجبال اوريدي بنعرفها مثلا كمنطقه سياحيه، بس انه بنعرف الناحيه السياحيه من جبال، بس في كثير امور يلي هي هيك 100% انه وقت توعي بجبال بحياتك اليوميه انه كيف بتقضي حياتك والدراج والاحياء وهيك، سو هول منهم امور سياحيه الناس مش كلها بتعرفهم، سو بدك تبر ما بتعرفي، وين بدك حدا هونيك عايش هالاكسبيرينس شفتي كيف؟ يعني بلشنا نوصل على هيدي المرحله، خلص فكره خلص. فسو هي الترند يلي ماشيين فيها، وهذا التوجه يلي رايحين عليه. بعد عندنا وقت نحضر اخر فيديو، عندنا لكن حنحضر دغري هالفيديو يلي هو عن سياره تسلا. تسلا هن هالسيارات يلي اليوم كثير عم نسمع عنهم، يلي الغايه من وراهم انه يكونوا عم بيسوقوا لحالهم. حتى اولادي بنعرف ببعض الدول اوبر مثلا رانيا صار في عندهم سيارات هيك ممكن تكون عم تحصل عليهم وقت تطلبي هالاوبر سيرفيس. سو الشخص الموجود بالداخل هو بس، بما انه اليوم بعد القوانين ما بتسمح انه السياره تكون عم تمشي لحالها، سو مشان هيك في شخص موجود جوا. رح اطلب من لينزي انه نكون عم نقطع بمراحل مختلفه من الفيديو، لان بدي اكون عم فرجيكم بس اليوم هالكاميرا كيف رح يكونوا عم يشتغلوا. لاحظتوا اول شيء كيف وقفت لحالها السياره وقت كان في تقاطع، يعني وصلنا كان في تقاطع، كان عمالة يمين السياره وقفت لحالها. هون عم نطلع بس كيف الكاميرا كل الوقت هن عم يشتغلوا ليكون في عندهم القدره. كمان هون في عندنا كروس رود لتقدر تستلم خط اليمين، توقف تتاكد من الكاميرا مثل ما انتبهتي، وبترجع بتطلع وراحت على اقصى الشمال دغري اخذت الميله تبعها. يعني هذه السياره بعد شوي بالفيديو لقدام رح نكون عم نلاحظ في ناس بيكونوا عم يقطعوا، في ناس بتكون عم تركض لحالها بتوقف السياره. بقول لك اذا وصلت عم افرق عوكر هون شو بتعمل؟ بتطفي، بدك ترجع انت تتحكمي فيها هون، لان في عندي كل الاتجاهات عم بيمشوا على الراوند اباوت تبع عكر. سو هون اذا بتطلعي رح بس تنتبهوا كيف تقدر تطلع كمان بعد شوي على الهاي واي. سو هون اكيد ماشي مع الخط تبعها، كانت اشاره خضراء كله مكمل دغري. الفكره الاساسيه من وراها رانيا انه ما في سنس اليوم منه موجود فيها، والغايه كمان انه عم بيستعملون بعد اكثر واكثر، عم يعملوا هالتستنج فيز بس ليتاكدوا وليقدروا يكونوا عم بيزيدوا عوامل يمكن قبل هالسياره ما كانت متعرفه عليهم، يا اما في امر ما اخذوه بعين الاعتبار. يعني انتبهنا بس كيف وقفت هون السياره لهيدا الشخص يقطع، يعني واصله وقفت لحالها قطع هيدا الشخص وبترجع بتكمل. هون منو فيرتشوال ديمو، هي ديمو حقيقيه كنا عم نشوف. سوري عفوا، يعني هون عم نحكي كمان عن سرعه منا عاليه، يعني يمكن في تحديد للسرعه بفتكير الي اكيد فيك يعني هون بالنسبه للسرعه بتمشي بحسب السرعه المحدده على كل طريق اللي بتكون موجوده فيها، فمش انه خلص داس بنزين وساحبه، لا هالامر يلي كمان بيساعدنا انه نكون عم نسوق بطريقه بعد احسن. بخفف نسبه الحوادث بطبيعه الحال، وبعرف يمكن في نقطه سلبيه ممكن نضوي عليها انه وات اف تخربط هالسيستم، انتزع شيء فيها شو بيصير. انتبهنا انه على طول في شخص موجود جوا رح يكون عم بيسوق، ففي على طول يرجع يتحكم فيها ان مليون مود. شكرا لك إلي. وعلى سيرة السفر اجى على بالي اليوم روح على جبال تحديدا، فعزمتك اذا بتحب تنضم ديل ناخذ وقفة سريعة نروح لأوتوفوكس ونرجع.